ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني مشكلة في الدار، مشكلة في الدار. ملي كنغمد عينيا كنلقى كلب اصفر داير رجل رجل وحاضني باكل على راسه. اصفر. طيب انت في اية العين كتزيري؟ ها هاي. في اية العين؟ ايوا خلاص هي هذه واضح. اذا ما دام الامر فيه في بهذه الشاكلة فلا بد انك في حتى في البيت لا بد حتى انك في البيت تاكدي على رقية العين والحسد. لأن خاصو يسمعها الجن يسمع أمر يغفل عنه كثير من الناس. أحيانا الجن يتأثر بالوعظ أكثر ما يتأثر بآية القرآن. يقول لي واحد وأنت كتقول دابا بحال القرآن فيش تأثير؟ لا، ولكن حالهم كحالنا. راه واحد بقى تقرأ عليه 60 حزم ما غيفهمش، تبقى تقرأ عليه بالأحاديث تشرح ليه الأحاديث غيبكي، صح ولا لا؟ نفس الشيء تماما. الإنسان هكذا في البيت ملي كيعرف العلة في الحسد يقف ويعظهم موعظة بليغة. النبي كان يعظ الصحابة بالقول البليغ. أحيانا يقف في المنبر ويقرأ سورة قاف كما ثبت يوم الجمعة لأن أمرها واضح ويذكر بالجنة والنار. أحيانا كما يقول العربة البصرية وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودمعت منها العيون، ضرفت منها العيون، يعني بالكلام. وهكذا حتى حال الإنس والجان. الجن أحيانا حينما تسترسل معه في الموعظة وتمس الشيء الذي به دخل يذع لأمر الله، يبكي، يرق قلبه، يخشع، يسلم، يغادر. أما إذا لم يكن في البيت في الجسد وهو فقط في البيت، اسمعوا، فقط في البيت وأنت تعظه تقول ما أنشب. لكن الناس يرون تحسن بعد أيام، يرون تحسن. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع للحديث، الصحابي الذي قتل ماذا؟ قتل الأفعى. أش قال؟ قال أننا نعطيه شحال؟ ثلاث أيام، ثلاث ليالي نعطيوها ليه. علاش نعطيوها ليه؟ باش حتى هذه ثلاث أيام، حنا كيقولوا المغاربة واحد الكلمة، ثلاث أيام شريعة النبي، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام العوام، شريعة النبي يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ثلاث أيام أتركها لك، إن أنت أذعنت وخرجت فأنت جن مسلم، وإن بقي فإنه لا يدعي لكلام للكلام، إذا معناه أنها أفعى حقيقية تستحق ماذا؟ القاتل. إذا لا بد أن الإنسان لا يصبر غير ثلاث أيام ويرقي داره، اليوم ويصبر وغدا ويصبر وثلاث أيام ويصبر، هو أدى المهمة. إن خرجوا فالحمد لله أراهم جن، وإن شاء الله سوف يخرجون. إن لم يخرجوا لأن عكس الأفعال سوف تظهر أشياء أخرى، هذا الضوء، هذا الماء، هنا شنو كتسمى حرب نفسية، يا غالب يا مغلوب. يبغيو حينها يخوفوك باش تترك لهم المكان، وتو الشاري باش خليه لهم ما غاديش يمكن. فإذا إن شاء الله سوف تغلب لنا معك السلاح، سوف يبدو يأذيك حقيقة أو في المنام، فلا بد من الصبر. مفهوم لا؟ يعني معظم الأعراض الآن خاصنا ولا بد نركزوا على البيت والرقية الشرعية تسمع للبيت. وهذا جربنا حتى مع الأخوات اللي عندهم العاشق مثلا، وتقول لك كتحس أن عندها مشكل كبير يراوده أحيانا، لكن لما تأتي إلى العلاج ما تشعر بشيء. تقول له أثناء في بيتك تبقى تسمع الموعظة للجن العاشق، مفهوم؟ وأثناء النوم أنت نايمة في النوم وشاعلة الرقية دي الموعظة للجن العاشق، تقول لك ما بقاش الاعتداءات بشكل الذي كان، ما بقاش ديك الرغبة ذاك الشيء اللي كان عندي، بديت كانت تحسن تدريجيا. ولو يعاودها بعد فتره لان قلبه لا زال يحن اليها، سواء كانت جنيه او جن، لان الجنيه تكون عاشقه او جن عاشق، بعد ايام تعاود على حلم او رؤيا او منام وهكذا، لكن ماشي بالشكل اللي كان في الاول، وتبدا هكذا تخيف. خاصه كلما اتت العاشقه او العاشق وصادف قدر الله انه يسمع تقرع مسامعه الموعظه للجن، فيقول هذا باقي في العلاج ما عندي ما ندير به. أو ربما يأتي الظالم بعدما حن قلبه بدك يسلم وبدك يخاف الله، كجيه الشهوة. كيف حل الإنس؟
جيه المعصية تغلب عليه. فلما يأتي يجد تلك الكلام الذي يذكر بالله عز وجل في أذنيه يذكر عوتانا ويمشي، فهمت ولا لا؟ فيبقى على هذه الحال حتى يستقر في قلبه أنه عد ما كان يدل على الشر، إما أنه يساعدك في الخير وإلا ينصرف إلى حال سبيله. واضح يا طيب؟